أهلا بكم. بالتاريخية توصف انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية هذا الأحد، انتخابات يتصدر أقصى اليمين استطلاعات الرأي فيها، ودعي قرابة 49 مليون ناخب للاقتراع وتجديد الجمعية الوطنية نوابها، وعددهم 577 على دورتين. هي انتخابات مبكرة دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد حله الجمعية الوطنية إثر النتائج القوية التي حققها أقصى اليمين في فرنسا في الانتخابات الأوروبية. نيات التصويت تظهر تقدم أقصى اليمين بفارق كبير على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة ذات التوجه اليساري وعلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون. قبل أيام دعا نحو 200 شخصية اشتراكية ومن أنصار البيئة ومن مناصري ماكرون في صحيفة لوموند اليمين والوسط واليسار إلى الإظهار بوضوح اتفاقا للانسحاب في الدورة الثانية لمواجهة التجمع الوطني والزلزال السياسي الذي سيحدثه في حال وصوله إلى السلطة. في المقابل رجحت رئيسة المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني في الجمعية الوطنية مارين لوبان حصول تظاهرات مؤيدة في الشارع إذا فاز حزبها. إذن في هذه الساعة من التغطية الخاصة بالانتخابات الفرنسية سنحاول تسليط الضوء على هذا الاستحقاق التاريخي الذي تشهده فرنسا. يسرنا أن يكون معنا في هذه الساعة مفدى الميادين إلى باريس موسى عاصي، وعارف مشاكر الكاتب والمحلل السياسي من باريس أيضا على أن يكون معنا هنا في الاستديو. عماد خياط محلل الميادين للشؤون العربية والأوروبية، أرحب بكم جميعا. إذن ينحاز أكثر من 36% من الناخبين الفرنسيين لحزب مارين لابان المتشدد صاحب الخيارات المتطرفة والخلافية، فيما هناك خيارات أخرى تجمع النخب الفرنسية وأحزابا محورية على التحذير من أن فشلها سيؤدي إلى كارثة. لطالما كان مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وحرية التعبير والعدالة والسلام بالإضافة إلى التقديمات الاجتماعية محركا أساسيا للناخب الفرنسي في تأييده أو معارضته هذا الحزب أو ذاك. أقصى اليمين نسف أولويات المواطن الفرنسي في السنوات الأخيرة واستبدلها بالخوف من المهاجرين والأجانب، زارعا الخوف من الانهيارات الأمنية التي ينسبها إلى الإسلام والمسلمين في فرنسا. في المقابل تقدم جبهة اليسار الجديد برنامجا اقتصاديا اجتماعيا شاملا لتخطي عتبة الانهيار التي يتحدث عنها الخبراء من جميع الجهات. المستشفى والمدرسة والحد الأدنى للأجور والتقاعد هي أولويات الخط اليساري، إضافة إلى استعادة السلام في أوروبا بمشروع تفاوضي مع روسيا يقل أوروبيين حربا عالمية ثالثة. فلماذا يبقى مثل هذا البرنامج في الاهتمام الثاني للفرنسيين؟ الواضح أن مسألة الهوية والخوف الوجودي بالتزامن مع تدهور معيشي اقتصادي يقعان في صلب تفكير شريحة كبيرة من الفرنسيين، تفكير أشبع بالتضليل والتحريض والكراهية على حساب المبادئ الجمهورية التي قامت عليها فرنسا بعد الثورة الفرنسية. التخويف من غلبة المهاجرين على حساب هوية فرنسا وثقافتها ونمو الإرهاب من القاعدة إلى داعش وأطرافه وملحقاته التي حظيت بدعم فرنسي غربي متعدد الألوان، قدم للتطرف القومي والشعبوي فرصة تاريخية لطرح نفسه حاميا لمشروع فرنسا للفرنسيين. جانب وازن من العقل الفرنسي يبدو في غيبوبة في لحظة تدهور الحياة والأمن في القارة العجوز. الليبرالية الجديدة فشلت في تقديم الحلول فيما سمح تشرذم اليسار لسنوات خلت بتوفير التربية الصالحة لنمو أزهار الشر بحسب الشاعر بودلير. فهل هناك أمل بنجاح الفرنسيين في بتر النبتة المتطرفة قبل أن تثبت جذورها في فرنسا وأوروبا؟ أبدأ معك النقاش موسى عاصي مفدى الميادين إلى باريس للسؤال أكثر حول أجواء الساعات الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع. من أي زاوية يمكن مراقبة هذه العملية الانتخابية الحساسة؟
يعني جميع المرشحين لهذه الانتخابات لاذوا بالصمت اعتبارا من منتصف الليل الماضي، وهذا بحسب القوانين الفرنسية بانتظار فتح صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية في 8 من مساء الغد من أجل التعليق على هذه الانتخابات. إذن هناك ارتفاع واضح بمستوى المشاركة في هذه الانتخابات، أكثر من 1.5 مليون شخص قدموا أوراق يعني لانتداب أشخاص آخرين عنهم من أجل التصويت في هذه العملية الانتخابية، كونهم لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم مباشرة، وهذا رقم قياسي مقارنة مع الانتخابات التي جرت في السابق، إن كان في العام 2022 أو في العام 2017. وهذا يعني التدفق الذي سيكون غدا إلى صناديق الاقتراع يمكن يعني رده إلى هذه يعني العملية الانتخابية الغير عادية التي ستجري، على اعتبار أن هناك نوع من الشد والكباش الصعب جدا بين معسكرين، معسكر اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين وجوردان بارديلا الذي يمكن أن يكون رئيس الحكومة المقبل في حال انتصر اليمين المتطرف في هذه الانتخابات، ومن الجهة الثانية التجمع اليساري تحت عنوان الجبهة الشعبية الذي جمع كل الأحزاب اليسارية، الحزب الاشتراكي، فرنسا غير الخاضعة، الحزب الشيوعي، وإلى جانب الخضر طبعا في هذه العملية. إذن هناك يعني انقسام واضح في المشهد الفرنسي عشية هذه الانتخابات. لدينا 3 محاور، المحور الأول وفي طليعة اليمين المتطرف حزب التجمع الوطني، في المحور الثاني التجمع اليساري، وإيمانويل ماكرون الخاسر الأكبر من كل هذه يعني المعمعة التي فعلها من خلال حل الجمعية الوطنية بعد هزيمته في الانتخابات الأوروبية، يحل ثالثا بحسب استطلاعات الرأي. إلى يضاف إلى هذا المشهد أيضا حزب الجمهوريين الذي تخلى عنه جزء منهم بزعامة إريك سوتي الذي كان زعيما للحزب وانضمامه إلى مارين لوبين، وحزب الجمهوريين بحسب استطلاع الرأي سيأتي بدرجة منخفضة جدا لا تتعدى 7% من توقعات التصويت لصالحه. إذا هناك أيضا تحذيرات من قبل وزير الداخلية الفرنسية جيرال درمانان قبل أيام قليلة من يتخوف من حدوث أعمال العنف في الشوارع غدا اعتبارا من الغد في حال كانت استطلاعات الرأي صائبة وتم تقدم اليمين المتطرف بشكل كبير في الانتخابات. هنا السؤال أستاذ عارف، يعني للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة يجري الحديث عن مفصلية هذه الانتخابات وتاريخيتها كما يصفها الفرنسيون، لأي ظروف تحيط بهذه العملية الانتخابية على المستوى المحلي، على المستوى الأوروبي، وعلى رقعة المساحة السياسية الدولية تحيط بهذه الانتخابات حتى تأخذ كل هذه الأهمية، انطلاقا من تفاعلات الوسط السياسي الفرنسي بائتلافاتها أو استقطاباتها الثلاث البارزة فيها؟ أولا السلام عليكم، شكرا على الاستضافة، وتحية للضيوف الكرام وكل مشاهدين قناة الميادين. أولا وقبل كل شيء أستاذي الكريم، يجب أن نسلط الضوء على هذه الانتخابات التي جرت منذ أيام، هي انتخابات البرلمان الأوروبي، لكي تكون نظرتنا إلى هذه يعني لما يحصل في فرنسا أن كل شيء مدروس حسب رأي خاص أو بعض المحللين. لم يعني هناك انقسامات كبيرة في التحليل وفي الرؤية، هناك رؤية تقول أنها لعبة معاليم لعبها جناح ماكرون، التخويف تركوهم لأنه البرلمان الأوروبي والبرلمان الفرنسي شيئين ليس يعني ليست نفس الشيء. هناك حسابات سياسية قوية جدا، ونرى أن هناك حلقات مفقودة وأمور غامضة جدا. الأيام المقبلة والانتخابات غدا هي من ستسلط الضوء على كل ما يجري. صحيح، خاصة هناك نقطة مهمة جدا أريد أن أشرحها دائما وأؤكد عليها، أن المجتمعات الأوروبية وخاصة المجتمع الفرنسي دائما في المنتخبات يستعمل كارت ورقة اليمين المتطرف لمعاقبة النظام، لكنه يختلف ثقافيا، هذه لكي يفهم المشاهد ويفهم الكثير أن ثقافة الفرنسيين والأوروبيين تختلف عن ثقافتنا نحن العرب أو المسلمين. هم يفكرون دائما في مصلحتهم، يعرفون أن اليمين المتطرف أنه سيجعل فرنسا في انغلاق تام
ورأينا كذلك بعض المؤشرات خاصة مع تغير الجيوستراتيجية العالمية، إفريقيا فقدان السيطرة على كثير من الدول التي كانت تسيطر عليها الهيمنة قارة العجوز. هذه أمور يعني يجب أن نحسب لها ألف حساب، هي من يعني خاصة غدا سنرى جليا أين ستذهب. هناك كذلك رؤية أخرى لعدة محللين ناقشتهم في يعني في الأيام الفارطة، يقولون أن سيتركون اليمين المتطرف السيطرة الآن لعملية انقضاض عليها في 2027 لآسية 2027، لكن ليس هناك سياسة. نعرف أن في فرنسا ليست هي يعني علوم دقيقة. الأيام المقبلة وغدا بالتحديد والدور الثاني سيفصل رؤيتنا لهذه لما يحدث كثيرا. كذلك هي نقطة أخيرة أريد أن أشير إليها، أن الحزب اليمين المتطرف يجب أن نعترف أنه حزب هاوي، حزب هاوي مارين لوبان أو أبوها هو يعني هي عبارة جعلوا من الحزب يعني اليمين المتطرف حزب وكأنه وراثي، فقط يعني تغيير بعض الشخصيات، محاولة تبييض الصورة بأسماء مثل لإغراء الشباب، وذلك يتماشى نعم مع المشاكل الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفرنسيين. الفرنسيين يريدون عمل، البطالة هي أول مشكل، لكن هذا الحزب الهاوي دائما يستعمل العنصرية، يستعمل المهاجرين، يستعمل الكثير من الأمور لإغراء الفرنسيين، لأنهم صحيح يريدون منفذ، لكن أؤكد لكم أن المجتمع الفرنسي يعرف مصلحته جيدا ويعاقب دائما النظام بالورقة الأولى اليمين المتطرف، لكن يتدارك دائما في الدرجة الثانية. وأقولها غدا وفي الأسبوع القادم سنرى هل الأمور تمشي كما يعني يقول التحليل أم عكس ذلك. أستاذ عماد، لعل هذه الانتخابات المبكرة التي كان دعا إليها الرئيس ماكرون عقب الانتخابات الأوروبية يعني تحمل أكثر من صفة تلازم هذه العملية الحساسة من عمر الجمهورية الخامسة، تقريبا يعني 49 مليون ناخب لتحديد هوية 577 نائب على دورتين. آلية هذه الانتخابات والمحددات التي تحكمها، يعني بحسب ما بدنا نعرف الانتخابات انطلقت خارج حدود فرنسا، سنستطلع منك أكثر تفاصيلها وصولا إلى انتخابات الداخل على دورتين. مساء الخير محمد لك وللحضور وللمشاهدين. بداية ربما نحن أمام فعلا منعطف تاريخي قد يكون أهما وله تأثيرات وتداعيات كبيرة على المشهد السياسي الفرنسي وكذلك الأوروبي وأيضا على دور فرنسا العالمي. هذا باختصار شديد لما يمكن أن تخرج به صناديق الاقتراع. حتى الآن قبل أن نتحدث ربما عن الآلية، أود أن أشرح فقط أن استطلاعات الرأي نوايا التصويت كلها لم تتغير على مدى الأسابيع الثلاثة التي رافقت إعلان أو أعقبت إعلان الرئيس ماكرون عن حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة. أرادها مفاجئة للكثيرين، ولكن الزخم الموجود في فرنسا يعود إلى سلسلة تراكمات في النفوس لدى الكثير من الفرنسيين. مزاج الناخب الفرنسي تغير، يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع هذه المرة بتعبئة كبيرة. استطلاعات الرأي ترجح مشاركة حوالي 66% من الناخبين، يعني من أصل 49 مليون كما ذكرت محمد، 66% يتتخطى بحوالي 17% تقريبا أو 16.5% نسبة المشاركة في 2022. ماذا يعني؟ يعني أن هذه النسبة، أن هناك أشخاصا يريدون هذه المرة أن يوجهوا رسالة مباشرة إلى القادة السياسيين. على مدى السنوات الماضية كان هناك استياء من طريقة إدارة أمور الدولة، وعود كثيرة في حين لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تحقيق ما يأمله الفرنسيون. جاءت أزمة الكوفيد وبعدها ما تلاها حرب أوكرانيا لتضغط بنفسها على حياة الناخب الفرنسي. اليوم هؤلاء الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع، منهم من يعني حتى نتحدث أيضا ربما لأشرح عن حجم التعبئة، أنه في حوالي 410 آلاف توكيل لأناس لن يستطيعوا الذهاب مباشرة فأنابوا عنهم عبر توكيل آخرين للتصويت، وهذا يؤشر بارتفاع حوالي 160 ألف تقريبا عن الانتخابات السابقة. ماذا يعني؟ الزخم كبير. ماذا يريد أن يقول الفرنسيون كما قال الأستاذ عارف قبل قليل من باريس؟ ربما صناديق الاقتراع قد تخرج بنتائج مغايرة.
عملية الانتخاب باختصار شديد أن المواطن الفرنسي يدلي أو الناخب الفرنسي الذي هو مسجل في اللوائح الانتخابية يحق له التصويت ضمن الدائرة التي يقطنها ويغادر بعدها. النتائج تعلن بحدود التاسعة عن الدورة الأولى أتحدث مساء بتوقيت بيروت والقدس الشريف، وبالتالي ستعطي هذه الأرقام ربما صورة عن المشهدية السياسية التي تنتظرها فرنسا وتنتظرها كثيرون أيضا يراقبون في المحيط ما يمكن أن تخرج به صناديق الاقتراع. ربما عملية الانتخاب بدأت في بعض الدول استباقا لاعتبارات تتعلق بعامل الزمن كما في الولايات المتحدة وفي المكسيك وغيرها من الدول، ولكن الانتخابات فقط لفرنسي الخارج يحق لهم التصويت عبر الانترنت. هي عملية بدأت ما بين الثلاثاء والخميس وستتكرر قبل الدورة الثانية. في نهاية الأمر أنت أمام معطى جديد يمكن أن تفرزه هذه الأصوات الكثيرة، يعني في حال صدقت النوايا سنكون باختصار شديد أمام أزمة حكم وأزمة مؤسسات، ولا أحد يعرف فرنسا إلى أين، يعني أمام عدم يقين سياسي. هذا ما سنفصل فيه معك في سياق هذه الساعة لناحية المعايشة ما بين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، وبالتالي تهديد ماكرون أو تلويحه إلى احتمالية نشوب حرب أهلية، هذا مؤشر خطر إلى ما قد تطرأ إليه الأمور. بالعودة إليك أستاذ موسى عاصي، يعني لعله التصويت النوايا الذي يعني صدر اليمين المتطرف على رأس قائمة النسب المئوية لناحية المزاج الشعبي قد دق جرس الانذار بالنسبة للفرنسيين أن يعني انتبهوا إلى ما هو مقبل من مخاطر أو هواجس من جراء وصول اليمين المتطرف إلى رئاسة الوزراء، وبالتالي تحقيق 50+1 في النسب المئوية لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية. ما هي هذه الهواجس أو هذه المخاطر التي يتخوف منها اليوم الفرنسيون؟ بداية توضيح سريع ودقيق لمسألة الأرقام. 36% التي نتحدث عنها لليمين المتطرف هي أقل مما كنا نتوقعه، كنا نتوقع أن يصل توقعات التصويت لصالح اليمين المتطرف أن تصل إلى 40%. لماذا؟ مارين لوبين حصلت في الانتخابات الأوروبية على 33%، وإريك زمور ماريو مارشال وهي حفيدة جون ماري لوبين حصلوا في حزب إريك زمور على 5%. ماريون مارشال تخلت عن إريك زمور وذهبت إلى يعني خالتها مارين لوبين وأخذت معها جزء كبير من أصوات إريك زمور، إضافة إلى الأصوات التي ذهب بها أيضا إريك سيوتي وهو كان الزعيم السابق لحزب الجمهوريين أيضا للتحالف مع اليمين المتطرف مع مارين لوبين وأخذ معه أيضا جزء من تصويت الجمهوريين، إضافة إلى الأحزاب اليمينية الصغيرة التي كانت تحصل على 1% 1.5%، أيضا هؤلاء كلهم تجمعوا تحت جناح مارين لوبين. على هذا الأساس عندما نتحدث اليوم عن 36%، هذا الرقم مضخم إن كان من قبل الإعلام أو من قبل يعني جهاز إيمانويل ماكرون تخويف الفرنسيين من أن اليمين المتطرف قد يستولي على السلطة، وأن لم يكن اليمين المتطرف هو اليسار المتطرف كما يعبر عنه إيمانويل ماكرون، والمقصود هنا جون لوك ميلانشون. إذن هذه عملية مبالغة بالأرقام، ونسبة 36% هي أقل مما كنا نتوقعه إذا ما ضفنا كل الأصوات التي تحدثت عنها. لماذا يعني يتخوف من وصول أو هناك خوف من وصول اليمين المتطرف؟ لأن اليمين المتطرف سيؤدي بالفعل إلى حركة شعبية الرافضة لهذا اليمين المتطرف. عندما نتحدث عن 35 أو 36% هذا يعني بالمقابل هناك 64% من الفرنسيين ليسوا بجانب مارين لوبين، هم معارضون للأفكار اليمينية المتطرفة، هم ليسوا أيضا في إلى جانب التجمع اليساري أو التحالف اليساري ولا لجانب إيمانويل ماكرون، ولكن هذه الأكثرية الصامتة لن ترضى بوصول اليمين المتطرف. على هذا الأساس يمكن أن نتوقع في حال فازت مارين لوبين واليمين المتطرف بالانتخابات الدورة المقبلة الأسبوع المقبل، و
يعني كان لها أن تشكل الحكومة بنفسها من دون حاجة إلى الائتلاف أو التعاون مع الآخرين، فهذا سيؤدي إلى انعكاس حالة الرفض الشعبي إلى أعمال العنف في الشارع. هذا يعني بأن ما يحذر منه إيمانويل ماكرون حرب أهلية، أو ما يحذر منه جيرال دارمانا وزير الداخلية من أعمال عنف، سنكون أمامه بالفعل، وسنكون أمام مفترق خطير جدا أمام فرنسا خلال المرحلة المقبلة، سيما وأنها مقبلة على دورة الألعاب الأولمبية في شهر تموز، وهو مفصل مهم بالنسبة لها. وهذه واحدة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها إيمانويل ماكرون، أنه حل الجمعية الوطنية قبل أسبوعين، أو دعا للانتخابات قبل أسبوعين فقط من بدء الألعاب الأولمبية، وهذه مسألة ربما تنعكس بشكل خطير على هذه الألعاب وعلى سمعة فرنسا. أستاذ عارف، يعني اليوم حين يتم الحديث عن هذه المخاطر وفي ظل هذا الرسم من التحالفات ما بين يمين متطرف وحزب ماكرون وتحالف اليسار، اليوم تحالف اليسار يعني يمضي بثبات بمرشح موحد أو بوجهة موحدة بعدما عانى من انقسامات حادة جعل منه وصيفا لهذه الاستطلاعات أو تصويت النوايا، متقدما أيضا على تحالف ماكرون. أي دور يؤديه هذا الائتلاف في هذه المعركة؟ أي حظوظ يمتلكه؟ وبالتالي إلى أي مدى يرتبط بعامل النقابات وفعالية هذا التصويت بالنسبة لهذه الشريحة من الناخبين؟ وبالتالي يمكن له أن يشكل مفصلا في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل؟ نعم، اليسار في فرنسا الآن كان هناك شخصية مينونشون هي التي المثيرة للجدل، يعني بيرسونا نون غراتا، يعني شخص غير مرغوب فيه باليسار وكذلك مع جماعة اليمين، ففضلوا من أجل المصلحة العامة أن يكون، حتى يعني تصريحاته قبل أيام قال أنه ليس مهتم ويريد فقط أن يكون اليسار ملتحم، وهذه ساعدت كثيرا في الأمر. كذلك أرجع إلى النقطة لسيوتي لما يعني أحدث بلبلة كبيرة في حزب يعني اليمين الجمهوري، انقسامات كبيرة، وكذلك هذا الأمر يساعد في تعبئة أخرى ضد اليمين المتطرف. كل هذه الأمور يعني هي ماشية في طريق يعني إيجابي. كذلك بدون أن أذكر الأرقام التي ذكرها أستاذي الكريم قبل قليل، أنه زيادة أكثر من أربع، يعني كانت 250 ألف في تصويت في الخارج، يعني خارج يعني الأراضي الفرنسية، الآن نحن في 450 ألف، يعني تعبئة كبيرة جدا، حتى الناس في الجزر يعني في الغوادلوب وكذلك في المقاطعات الأخرى الفرنسية خارج يعني أوروبا. الآن هذه الأمور كامل تساعد، لكن أقولها بصراحة أنه يعني على حسب رأيي أنه ستكون هناك مفاجأة في الدور الثاني وليس في الدور الأول. أستاذ عماد، يعني للحزب اليساري، الحزب اليساري دائما لكي يكون المشاهد ونكون واضحين أنهم دائما ائتلافات في الحزب اليساري سواء كان يسار متطرف أو إيكولوجيا دائما يتحالفون لأن قيم واحدة وهناك نقاط يتفقون عليها كلها. الآن هناك شخصية غير مرغوب فيها ليس من اليسار، هي من كل الفرنسيين خاصة من الجانب اليميني، وهناك ناس يريدون أن يلتحقون باليسار لكن لا يريدون اليسار المتطرف أو شخصية ميلانشون، لهذا فضلوا أنه ينسحب كي يكون الأمر هين وسهل على اليسار. طيب أستاذ عماد، قبل أن نتحول بالسؤال معك إلى طرف ماكرون وسؤال عن الواقع الذي عايشته مرحلة عهده الحالي والتحديات المقبلة عليه في الانتخابات، كنت أريد أن أسألك طالما انطلقت الانتخابات في خارج فرنسا عن النواب الفرنسيين للخارج أو نواب الخارج، أي دور لهذا النائب؟ ما هي الدوائر التي يتم فيها هذه العملية؟ هي تشمل تقريبا 11 منطقة وبالتالي 11 نائبا عبر العالم يمثلون فرنسي الخارج في الجمعية الوطنية الفرنسية، يتم انتخابهم من هؤلاء الفرنسيين المسجلين في الدوائر القنصلية في الدول التي يتواجدون فيها بما يسمح لهم بحق التصويت، لأنه الإنسان يعني يصوت في المنطقة التي يقطنها.
وبالتالي هؤلاء النواب مثلهم مثل أي نائب آخر، صحيح أنهم يمثلون فرنسي الخارج لكنهم أيضا يصوتون على كل المشاريع والقرارات داخل الجمعية الوطنية، مثلهم مثل الزملاء في على الأراضي الفرنسية الآخرين، وبالتالي دورهم أساسي ورئيسي، ومن هنا اهتمام الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة بطرح نواب أو مرشحين إلى هذه الدوائر والمناطق، أولا لأهميتها الآن ولاحقا بما يسمح لهؤلاء النواب بتقديم بعض الخدمات واجتذابهم ربما لانتخابات لاحقة قد تكون الانتخابات الرئاسية. مع أنه من يدافع عن ماكرون وعهده يقول بأنه نشط الحياة الاقتصادية في المدن الكبرى سيما منها باريس، أدخل 6 ملايين شركة جديدة إلى السوق، إلا أنه علاقته بالحركات النقابية سترات الصفر وغيرها من النقابات سيئة جدا، وبالتالي بنظرة عامة إلى مجمل التصويت في النوايا الذي حصل عليه باتت أرقامه متراجعة، وهو مهدد بخسران عدد كبير من عدد المقاعد النيابية في هذه الجولة. لماذا وصل ماكرون بائتلافه إلى هذه النسبة، وما الظروف التي أوصلت هذه العلاقة ما بين ماكرون وهذه الأطراف إلى هذه الصورة؟ فقط هناك ملاحظة مهمة حول ما ذكرته أنه عن إدخال 6 ملايين شركة إلى فرنسا، هذا يعني أنه 6 ملايين عليها أن توظف على الأقل شخصين، وبالتالي 12 مليون شخص، هذا يعني القضاء تماما على البطالة، وهذا الأرقام الموجودة تشير إلى أن هناك 7% يعني نسبة البطالة في فرنسا، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أعدادا كبيرة يتم استبعاده وصدها الاعتبارات للتخفيف أيضا داخل فرنسا من حجم نسبة البطالة لاعتبارات سياسية، يعني وحجم حتى المساعدات المالية الشهرية التي تدفع لهم. فيما يتعلق بوضعه الداخلي، ماكرون ربما لا يمكن أن يعني أن ننكر أنه ربما إنسان ذكي، قد يكون يعرف ما يريد أو ما لا يريد، ولكن الكثير يرى في خطوته بحل الجمعية الوطنية الفرنسية خطوة ناقصة أو غير محسوبة العواقب، وبالتالي كما ذكرت قبل قليل حول الألعاب الأولمبية هي محاولة ربما بعملية الحشر بعملية حل الجمعية حشر القوى السياسية، ولكن التجمع الوطني مصحوبا بفريق متكامل نجح في حشد الأصوات والرؤى والمواقف والناخبين بجزء منهم في العملية الانتخابية للبرلمان الأوروبي، استطاع أن يتقدم على الساحة السياسية وأن يحافظ على الأقل على الأرقام التي تعطيه إياها نوايا التصويت. بالنسبة لماكرون هو يعني قال تحديدا عند حل الجمعية الوطنية، وأنا أقتبس حرفيا، قال: لقد سمعت رسالتك، كان يتوجه إلى الناخب الفرنسي، ومخاوفك ولن أتركها دون إجابة. ربما إذا عدنا إلى الوراء، إذا استعاد فيما فعله ماكرون على مدى السنتين الماضيتين فقط منذ إعادة انتخابه عام 2022 في أيار، ماذا فعل؟ استخدم مراسيم تشريعية تتيح له تمرير مشاريع قوانين تخص الناخب والمواطن الفرنسي العادي، وآخرها إذا كنت تذكر مشروع قانون التقاعد الذي أثار استياء كبيرا. 64 سنة، جزء من العملية الاستياء الشعبية المتنامية التي أدت إلى تحول في المزاج الشعبي الفرنسي، هذا جزء. قضية المزارعين، تحدث عن المدن ولكن ماذا عن الأرياف؟ الأرياف التي تميل عادة في مجملها خصوصا في مناطق الشمال العليا وبعض مناطق الجنوب إلى اليمين المحافظ وأيضا إلى اليمين إلى أقصى اليمين، وبالتالي ماذا فعل مع هؤلاء؟ قام المزارعون إذا تذكرت قبل أشهر بقطع الطرق وحاول تقديم بعض الرشاوى مع حكومته الجديدة برئاسة جابرييل أتال، لم ترضي ولم تحل كل المشاكل، ولكنها كانت محاولة ربما يائسة من أجل معالجة هذه المشكلة الأساسية. ليست هذه فقط، هناك تراجع قدرة شرائية لدى المواطن الفرنسي، هناك أيضا المخاوف من حول موضوع الهجرة في قضايا تخص المواطن الفرنسي التي يرى ربما يرى في أقصى اليمين المنبر الذي يعبر له عن هواجسه في وضع حد لهذه الهجرة التي يتنامى الحديث عنها وتحول إلى شماعة لكل المشاكل داخل فرنسا. هناك نقاط أخرى، نتذكر السترات الصفر التي مرت على أكثر من سنتين ولم توقفها إلا كوفيد، يعني الإصابات والمنع التجوال، كل هذه القضايا إذا ما أخذناها في الاعتبار أدت إلى تنامي الاستياء الشعبي والتحول عن ماكرون ومعسكره، وصولا إلى حد أنه تقول التقارير الواردة من فرنسا والتي نتابعها أن الكثير من المرشحين
مرشحين معسكر ماكرون نفسه أزالوا صورته عن ملصقاتهم الانتخابية، وكثير منهم أيضا دعا الرئيس ماكرون إلى عدم التدخل في الحملة الانتخابية الحالية، لكن ذلك لم يغير شيئا، هو لا يزال يطل كل يومين أو ثلاثة بتصريح، ربما كما تحدث موسى قبل قليل عندما أشار وركز على موضوع التهويل بالحرب الأهلية عبر خطابه، أو كما قال أستاذ عماد أعرف زميله جيرار دارمانا وزير الداخلية عن احتمال حصول أعمال عنف. هذه مرجحة، ولكن حرب أهلية قد تكون صعبة وربما تقلق الفرنسيين، هل تدفعهم إلى تغيير رأيهم في موضوع الانتخابات غدا هذا الأحد أو الأحد المقبل؟ لا أحد يعرف. موسى، لعل المحدد الداخلي لمجمل هذه القضايا والنقاط التي تطرق إليها عماد، ومنها التعليم وحتى نظام التقاعد والفرص العمل وإلى ما هنالك من محددات انتخابية، هي يعني تشكل المفصل الأساسي في تحديد مزاج الناخب الفرنسي، لأنه هناك يعني مفصل مهم جدا ما بين أي علاقة ما بين رئيس الجمهورية في فرنسا ورئيس الوزراء، والتي يخشى هنا في هذه المرحلة تحديدا من المساكنة. هناك عاملين رئيسيين تخشاها فرنسا على المستوى الأوروبي تحديدا في العلاقة مع الناتو وعلى المساحة الدولية أيضا، وهي تلك العلاقة المحصورة بالسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية للبلاد ما بين ما هو مناط بإمضاء رئيس الجمهورية والموازنات التي قد يطرحها رئيس الوزراء أو يسمح بها ويمررها، وبالتالي هذه علاقة مفصلية لفرنسا في هذه اللحظة. أوروبا كيف تتابع هذه الانتخابات وما هي الهواجس لدي، سيما وأن فرنسا هي أحد قاطرتي الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا؟ محمد، أريد أن يعني بداية قبل أن أجيب عن هذا السؤال المهم جدا، أريد أن أوضح مسألة أساسية في ما يجري في رأس إيمانويل ماكرون. هو حل الجمعية الوطنية معتقدا بأن الفرنسيين سيشكل عندهم هذا الأمر صدمة وسيتبعونه كما فعلوا في السنوات الماضية مع شارل ديغول في سبعينيات القرن الماضي وستينيات القرن الماضي، لكن هذا لم يحصل. اليوم على ماذا يعول إيمانويل ماكرون؟ هو يريد استبعاد اليمين المتطرف وما يسميه اليسار المتطرف، وهنا نتحدث عن حزب فرنسا الأبية بزعامة جون ميلانشون. يريد ان يعني ان يشكل في نهايه هذه الانتخابات، هذا حلم إيمانويل ماكرون، ان يشكل في نهايه هذه الانتخابات حكومه وحده وطنيه ممن يسميهم اصحاب يعني المبادئ الاساسيه، الذين يحترمون المبادئ الاساسيه للجمهوريه، والمقصود بهؤلاء هم ما تبقى من إيمانويل ماكرون، من حزب إيمانويل ماكرون، الاشتراكيين، الحزب الاشتراكي الذي انضم إلى التحالف اليساري مع فرنسا الأبية، بالإضافة إلى الجمهوريين والخضر، وربما من يعني النواب الذين قد يستطيعون الدخول إلى البرلمان بصفة مستقلة. هذا الأمر يعني الحلم الذي اليوم يدغدغ مشاعر إيمانويل ماكرون، على أساس أن هذا في حال حصوله، في حال حاز الحزب الاشتراكي على عدد كبير من الأصوات في ظل الهجمة الشرسة من كل الأطراف، من إيمانويل ماكرون ومن اليمين المتطرف على شخص جون ليك ميلانشون وعلى حزب فرنسا الأبية، وفي هذا المجال أيضا بعض أطراف الحزب الاشتراكي يعني يساهمون أيضا في هذه الحملة على جون ليك ميلانشون وعلى حزب فرنسا الأبية. إذن في حال حصول الحزب الاشتراكي على عدد مهم جدا من النواب في الجمعية الوطنية والخضر أيضا وحزب الجمهوريين الذي اليوم يعني نقول أن توقعات التصويت للجمهوريين تقدر ب 7% بالإضافة إلى نحو 20% للماكرونيين، في حال استطاع أن يحصل كل هؤلاء معا على الأكثرية في الجمعية الوطنية، هذا الأمر سيشكل انتصار يعني مهم جدا لإيمانويل ماكرون، وسيستطيع أن يشكل الحكومة من دون القوى الكبرى في فرنسا، وأعني بها حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية، وسيعود يعني سينستنهض نفسه من الرماد، سيستنهض نفسه من جديد إيمانويل ماكرون، وسيكون الحاكم الفعلي لمرحلة السنوات الثلاث الباقية من ولايته. ولكن طبعا هنا يشترط بأن يحصل الحزب الاشتراكي على عدد كبير من الأصوات، وهنا أريد أن أنوه أيضا إلى مسألة أساسية بأن الحزب الاشتراكي ليس بعيدا عن هذه الخطة لإيمانويل ماكرون، على أساس أن بعض الاتصالات بدأت بالخفاء تجري بين الحزب الاشتراكي، بين رافائيل غلوكسمان زعيم الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين بمعرفة الماكرونيين. إذن مستعد
أدى الحزب الاشتراكي إذا أردنا أن يتخلى عن فرنسا الأبية في الدورة الثانية في حال يعني استطاع أن يحقق فوزا أو تقدما في هذه الدورة. أما بالنسبة لما يمكن أن يحصل فرنسا أوروبا تداعيات هذه الانتخابات على أوروبا، أوروبا تخاف، الأحزاب التقليدية في أوروبا تخاف من انتصار اليمين المتطرف، لا يخافون من انتصار اليسار على أساس أن اليسار في البرلمان الأوروبي اليوم هم أقلية نتيجة الانتخابات التي حصلت قبل 3 أسابيع. الاشتراكيون أقلية في البرلمان الأوروبي، الخضر تراجعوا بشكل كبير، ليس لديهم سوى 60 نائبا في البرلمان الأوروبي، لكن يمكن أن يخافوا أكثر من اليمين المتطرف، خصوصا إذا ما حقق الفوز واستطاع أن يشكل حكومة في فرنسا، لأن ذلك سينعكس أولا على الاتحاد الأوروبي في ظل وصول فيكتور أوربان إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء هنغاريا أعني، إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي للأشهر 6 المقبلة، جورجيا ميلوني في إيطاليا رئيسة الحكومة يمين متطرف، في ألمانيا هناك ضغط كبير من قبل اليمين المتطرف والأحزاب الأخرى، حزب الشعب اليميني المحافظ يضغط بشكل كبير على أولاف شولتز من أجل أن يكون هناك كما هنا في فرنسا انتخابات مبكرة. إذن هذه الانتخابات الفرنسية ستعيد يعني توزيع الأوراق ليس فقط في فرنسا إنما أيضا على المستوى الأوروبي، والضبابية التي نتحدث عنها في فرنسا حول يعني مخارج الأمور بعد انتخابات 7 تموز/يوليو المقبل نتحدث عنها أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وهناك أيضا بعض التعيينات لاحظنا قبل أيام عندما كنت في بروكسل أن بعض التعيينات حصلت للمناصب العليا، ولكن هذه التعيينات لم تنتهي، ينتظر الأوروبيون نتيجة الانتخابات هنا في فرنسا من أجل استكمال التعيينات للوظائف المتوسطة في الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الأوروبية، المفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي أو المجلس الأوروبي. أستاذ عارف، يعني شهدت الجمهورية الخامسة في فرنسا 3 مناسبات من المعايش أو المساكنة كما يسميها الفرنسيون، في 86 الرئيس ميتيران، وأيضا في حقبة ثانية له، والرئيس الراحل فرانس شيراك، جاك شيراك. هذه المرة يخشى ماكرون هذه الحالة أن تصاحب هذه الولاية فيما تبقى من عمره حتى عام 2027، وبالتالي بما تحمل من آثار على الموقف الفرنسي في الساحة الأوروبية والدولية، هذا في حال يعني كان هناك يعني تسليم على المستوى الداخلي بأنه ستكون هناك الكثير من المعطلات لدينامية وحيوية الحياة السياسية مع أثرها الذي حذر منه بحرب أهلية. اليوم أي تأثيرات تحمل هذه المساكنة وأي مخاطر يخشاها ماكرون فبالتالي يحاول تجنبها؟ نعم، هي وكذلك نرجع فقط للمثال الإيطالي لكي دائما نسترجع بالأمثلة الواقعية على ميدان ميلوني لما كيف كانت قبل الانتخابات وبعد قراراتها ووعودها، لكن ما أصبحت تقوم به تخلت عن الكثير من الشعارات الرنانة التي كانت تتغنى بها قبل الانتخابات. صحيح ميلوني هي الآن تجسد فكرة جديدة من 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 الأفكار اليمينية، لكن أوروبيا كذلك هي يعني عيون كل الأوروبيين مسلطة على فرنسا لأنها دولة محورية خاصة سياسيا، وهي يعني يعني la pièce maîtresse، يعني هي يعني المحور يعني السياسة في أوروبا، لهذا نعم أساسي جدا. ولهذا الرئيس الفرنسي ماكرون وخاصة يعني من معه يريدون تفادي هذه المرحلة، وهي مرحلة كارثية بالنسبة لهم، يجب أن يخرجون منها بأقل الأضرار، ليس بانتصار لأنه مستحيل حسب صبر الآراء وحسب التحليلات وما نراه أن ينتصروا في هذه المعركة، لكن يريدون أن يخرجوا بأقل الأضرار. وأظن أن الأمر ليس بالهين. أما بالنسبة للدول الأوروبية كما ذكر زميلي من باريس مراسل الميادين الأستاذ المحترم، أن هناك عدة معادلات سياسية يريدون يعني تمريرها في هذه المرحلة الحاسمة التي هي مرحلة يعني ليست فقط أوروبية بل عالمية، تغيرات
اقتصادية يعني كذلك جيوستراتيجيا، الحرب في أوكرانيا، ما يحدث في الشرق الأوسط، إسرائيل وكذلك القدس المحتلة، أمور يعني تحتم تغيير السياسة سواء كانت داخلية أو خارجية. لهذا نتمنى يعني صراحة أن تكون تعبئة قوية جدا من كل يعني الأطراف لوضع حد لهذا السيل من اليمين المتطرف الذي تفشى واستفحل مؤخرا، والذي سيؤدي إلى يعني عزلة كبيرة لفرنسا لو نجح يعني بصراحة. لكن تبقى أمالنا ليست بالضائلة، أكثر يعني متوسطة، ويجب العمل أكثر على تنوير وكذلك مساعدة كل الأطراف لكي يتعدوا هذه الخطوة. أستاذ عماد، يعني هذه المساكنة يعني اليوم ليس بالصدفة أن يتم الحديث عنها وعن آثارها وتداعياتها وحتى المخاطر التي يخشاها ماكرون. ما هي المآلات من هذا الخيار الذي يمكن أن يواجه فرنسا في المقبل من الأيام وليست ببعيدة؟ المساكنة التي يحكى عنها والتي قد تصبح حقيقة إذا ما تأكدت نوايا التصويت ستكون حادة بسبب أولا التنافر بين المعسكرين وبين الشخصيتين الأساسيتين وهما الرئيس ماكرون بما هو معروف عنه من كبرياء حتى لا أقول شيء آخر، وكذلك عن السيدة مارين لوبان، وأيضا عن جوردان بارديلا الذي قد يصبح رئيس الوزراء المقبل والذي قد يكون أيضا أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا 28 سنة، يعني سبقه جابرييل أتال ولكنه في حدود أنه تخطى 30، كان أصغر رئيس وزراء سيدخل التاريخ من هذا الباب أولا، ولو أنه البعض يأخذ عليه أنه عدم خبرته السياسية. ولكن أي تعايش من هذا النوع سيؤدي إلى شلل. في الماضي حصل نوع من المساكنة من التعايش بين فريق سياسي يساري ورئيس جمهورية يميني أو العكس، وكان الأساس هو الكل يعمل ضمن الصلاحيات المناطة به، يعني السياسة الخارجية بصلاحيات رئيس الجمهورية معروف عنه ضمن دستور الجمهورية الخامسة. هنا القيادة العامة للقوات المسلحة تتبع رئيس الجمهورية. جوردان بارديلا ماذا يقول قبل يومين؟ أنه منصب رئيس الجمهورية قيادته هي منصب شرفي، إذن سيتدخل في يعني هذا مؤشر على نوع من الصدمات التي قد تشهدها العلاقة وبالتالي ستنعكس على الحياة السياسية في فرنسا توترا، ربما ينعكس في الشارع ولا، ولكن هذا سيحد من اندفاع المستثمرين، سيؤثر على الشركات ربما التي ترغب في القدوم أو في التوظيف يعني أو التوسع في مشاريعها، هذا سينعكس اقتصاديا واجتماعيا وربما ينعكس أيضا أمنيا. هنا مكمن الخطر بسبب تنافر الشخصيات التي قد تجد نفسها في موقع السلطة والتناغم أو تنافر في عملية توزيع المهام. طيب موسى، لعل الشق الذي يعنى بفرنسا على المستوى الساحة الدولية والعلاقة مع الناتو، وربطا بما كان انتهى إليه عماد حول الصلاحيات ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اليوم من خلال هذه الإحصاءات وحتى يعني تصويت النوايا والمؤشرات لا يبدو أن هناك أي من الأطراف الثلاثة قادرة على الحصول على هذه الأغلبية وبالتالي التفرد بهذا المنصب، وبالتالي هناك خوف من أن يتم الانصياع إلى الائتلافات التي قد تلجم أو تنشأ عنها تحالف، هذه التحالفات ضمن مجلس النواب أو الجمعية الوطنية للوصول إلى هوية أو ملامح هذا الشخص الذي سيحتل هذا المنصب. هذا مفصل يعني الداخل الفرنسي بشكل خاص. أما فيما يعني أوروبا وبالتالي الموازنات وموقف فرنسا من التسليح والدعم المطلق في داخل الناتو والمواجهة المباشرة التي تقودها إلى جانب ألمانيا وعدد من الدول داخل صفوف الناتو مع روسيا، هو أيضا مفصل تخشاه فرنسا. أي تبعات قد تحمل المقبل من الأيام على هذه النقطة تحديدا؟ اليمين المتطرف معروف بأنه يبحث عن السلطة. رأينا جورجيا ميلوني قبل وصولها إلى رئاسة الحكومة في إيطاليا كان لديها تصريحات مشابهة إلى تصريحات مارين لوبين التاريخية، عداء مع الناتو، عداء مع بروكسل، عداء مع الأحزاب القائمة التقليدية. ولكن عندما وصلت إلى السلطة اليوم هي أشد المدافعين عن الناتو وعن بروكسل، ولو أنها على خلاف كبير حول
حول الأشخاص، حول تسمية الأشخاص، حول المناصب التي لم تحصل على أي منصب من خلال في يعني التعيينات التي حصلت قبل أيام. هذا أغضب ميلوني بشكل واسع. ولكن في السياسات الخارجية عادت إلى الطريق السليم المرسوم على المستوى الخارجي، وهو الخط الذي يربط واشنطن ببروكسل، وهذا لن يحيد عنه أي رئيس أو رئيس حكومة في أوروبا، إلا في بعض المسائل الطفيفة يمكن أن يكون هناك بعض التمايز في المواقف، كما رأينا خلال الأسابيع الماضية عندما اعترفت 3 أو 4 دول بفلسطين، وهي دول أوروبية، إسبانيا والنرويج وإيرلندا. وطبعا هذه مواقف يعني ليس لها علاقة بالسياسة العامة، ولكن عندما تصل مارين لوبين إلى السلطة فإنها ستلتزم كما التزمت جورجيا ميلوني، ولا لن تحكم في فرنسا، لأن الحكم اليوم في الدول الأوروبية لم يعد حكما خاصا في الدولة، لم يعد حكما وطنيا خالصا. الدول الأوروبية باتت متشابكة إلى حد بعيد فيما يسمى بهذه المؤسسة التي هي الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي دولة أن تعيش بمفردها ولا ستصاب بالعزلة وبالنسبة نهايه. على هذا الاساس يعني يمكن ان نرى كل الشعارات التي كانت تحملها مارين لوبين في السابق ان تتغير، وهناك بعض الشعارات التي بدات تتغير. يعني سمعنا قبل ايام قليله احد النواب الاوروبيين من التجمع الوطني حزب مارين لوبين يعني يقول بانه لن يسمح لي من يحمل الجنسيتين الفرنسيه والجنسيه الاخرى بالوصول الى الوظائف العليا في فرنسا، وفي فرنسا 25% من الفرنسيين يحملون جنسيه اخرى. مارين لوبين وقفت مباشرة للرد على تصريح هذا النائب ورفضت هذا المنطق. يعني في السابق لم نكن كنا نسمع من مارين لوبين يعني مسائل أبعد بكثير من هذا التهديد الذي تحدث عنه هذا النائب الأوروبي. إذن ستسير مارين لوبين في المسار يعني الموجود بين واشنطن وبروكسل. أريد أن أضيف أيضا أبعد من ذلك، نحن نقول اليوم بأنه في حال فاز اليمين المتطرف سيكون هناك مشكلة بالنسبة لإيمانويل ماكرون. أنا أقول بأن في حال فوز اليمين المتطرف لن يكون هناك مشكلة كبيرة لإيمانويل ماكرون. صحيح أن إيمانويل ماكرون يبحث عن الفوز لنفسه، أن يكون هو القائد والمسيطر والرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان، ولكن في حال فوز اليمين المتطرف سيجد إيمانويل ماكرون صيغة للتعايش مع اليمين المتطرف. لماذا؟ إيمانويل ماكرون يرفض أو لا يمكن أن يتعايش مع اليسار، لأن اليسار وتحديدا فرنسا الغير الخاضعة أو فرنسا الأبية لديها شعارات واضحة برفع مستوى الضرائب على أصحاب الثروات، على كاكارونت أو الأكبر الشركات الأربعين الأكبر في فرنسا التي حققت في العام 2023 164 مليار ربح. فرنسا غير الخاضعة تريد بأن تكون هذه الأموال أو جزء من هذه الأموال أن تصرف على الخدمات الاجتماعية للفرنسيين ولرفع القدرة الشرائية ولرفع من مستوى قدرة الفرنسيين من الطبقة الدنيا ليستطيعوا إكمال شهرهم من دون الحاجة. إذن هناك عداء واضح بين فرنسا الأبية وبين الشركات الكبرى، وهذا يؤثر بشكل كبير في حال وصول اليسار على إيمانويل ماكرون وعلى الشركات الكبرى، بينما هذه المسألة غير موجودة مع اليمين المتطرف. اليمين المتطرف لديه علاقات مهمة مع أصحاب الشركات الكبرى، وهو يطمئن هذه الشركات منذ الأسابيع الثلاثة التي فصلت الانتخابات الأوروبية عن هذه الانتخابات التشريعية الوطنية. يعني يصدر الكثير من التلميحات والتطمينات من اليمين المتطرف باتجاه الشركات الكبرى والكاك كارونت كما نسميها، كما يسمونها الفرنسيون الشركات الأربعين الأغنى. هناك يعني طروحات وتلميحات بأنه لن يكون هناك أي تغيير على مستوى فرض الضرائب، وفي ذلك سعي لطمأنة على مستوى السياسة الاقتصادية التي تبعها إيمانويل ماكرون. على هذا الأساس يمكن أن يفاجئ الجميع إيمانويل ماكرون بأن يكون هناك تعايش بين اليمين المتطرف وبينه. أستاذ عماد، أسمع رأيك في التبدل بالشعارات في المرحلة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع تحديدا حزب مارين لوبين. صحيح، لأنه هي بالفعل نجحت في أن تقدم مقاربة جديدة للتعامل والتوصيف أو لأمور كثيرة تشغل بال الفرنسيين، وربما كانت موضع إدانة خصوصا عندما كان والدها زعيما للحزب. هي أخذت مسافة لكنها لم تغير بتاتا من المضمون، هي غيرت في المقاربة في النظرة. يعني بالماضي
كان حزب مارين لوبان يرفض قطعيا ولا يريد الاتحاد الأوروبي، يريد الخروج تحت منطق الحفاظ على السيادة الوطنية لفرنسا وهويتها. الآن ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء الحزب مارين لوبان يعيدون باتحاد أوروبي مختلف تماما، من يعني يريدون التغيير من الداخل. هذه قد تأخذ فترة، ولكن مع تنامي دور اليمين أو المتشدد في الكثير من الدول المؤثرة، مثلا ألمانيا المجاورة، نتحدث طبعا عن هولندا، إيطاليا حيث تتواجد جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء وحزبها الذي فاز، وأيضا حزب خمسة نجوم، هناك قوى مؤثرة يعني لا تزال تحافظ على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وتريد التغيير ولكن من داخله. ولكن هناك نقاط أخرى يريدها هؤلاء، يريدون وقف الانفتاح، انفتاح الاتحاد الأوروبي على الدول الفقيرة، لأن هذه الدول تمتص من ميزانية الاتحاد الأوروبي الكثير، والدول الكبرى والمؤثرة والصناعية مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا تضخ أموالا وتتلقى ربما أقل، وتحول الأموال الأخرى إلى دول فقيرة. مثلا نأخذ البرتغال مثال، لنأخذ بعض الدول في الاتحاد الأوروبي مثلا مثل بولندا أو هنغاريا قد تأخذ مساعدات أكثر ما تقدمه، وبالتالي بعض الفرنسيين يرون في ذلك هدرا في غير محله، وأنهم يستحقون. هم يريدون أوروبا بشكل مختلف ويريدون الحفاظ عليها، ولكن مع الاحتفاظ بموضوع السيادة الوطنية. هذا الموضوع نقطة مهمة جدا في الخطاب السياسي لليمين المتشدد في فرنسا وأيضا في دول أخرى. السادة عماد خياط، مصعدسي وعارف مشاكل، شكرا جزيلا لكم لطيب هذه المشاركة في هذه الساعة الخاصة بمواكبة الانتخابات الفرنسية. يبقى شكر الأكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. شكرا وإلى اللقاء.